السلام عليكم خوتي المغاربه، كلكم سمعتوا ولا حسيتوا ما حسيتوش بان الفو اي بي راجع؟ دابا راه كلشي خدام وكلشي فرحان وكلشي كيصفاق وكلشي ناشط، ولكن راه هذاك الفو اي بي اللي رجعت ولا انا اختي راه رجعت غير حيت عندنا الكوب 22، حيت هذاك الكوب 22 واحد الحدث اللي لا يستهان به، وحدث الذي يكون فيه المغرب او لا يكون. داكشي علاش طلقوا لنا داك الفو اي بي، حيت بيجيو مسؤولين كبار، بيجيو رؤساء ديال الدول، فبالتالي خاص ملي بغيو الفو اي بي لقاوه موجود. داكشي علاش لقيتو لاين اختي الفو سالي الكوب 22 غادي يعاودو تاني يشدو يسدو، صافي هادشي اللي كاين. فهاد التصرف اللي انا كنعتبرو واحد التصرف اللي ما عرفت كي تشوفنا هاد لاين اختي كتشوفنا حشرات، وما عرفتش ما فهمتش انا وحق الله ما فهمت، الله يعطينا شي غبره من هاد البلاد يا ربي امين. ف راه ما عرفت انا كي تشوفونا، فالله يخليكم الاخوان، حنا بينا نبينوا بينا نستغلوا هذا الحدث العالمي، وبينا نبينوا بينا نبينوا لهاد الناس اللي بغيو يجيو من جميع بلدان العالم ان هاد الشركه هادي او هاد الوكاله عفوا راها قاطع علينا الفو اي بي، وانها طلقه غير حيت نتوما جيتو، وان هاد الوكاله هادي كتمارس واحد السياسه تعسفيه ضد المستخدمين المغاربه، فهذه فرصه. اذا اش غادي نديرو؟ غادي نوصلوا هاد الرساله هكا بينما ان احنا مقموعين في المغرب، وان وحتى المسؤولين الكبار اللي في البلاد واللي ما عارفينش اش واقع، بغينا توصلهم الرساله انطلاقا من واحد الهاشتاغ. غنديروا الهاشتاغ ديال كوب 22، هاشتاغ كوب 22، وغادي نبينوا على الاستياء ديالنا بجميع اللغات. الله يخليكم الاخوان، اللي كيهضر السبليونيه، اللي كيهضر الالمانيه، اللي كيهضر السنغاليه، اللي كيهضر الفرنسي، اللي كيهضر لونغلي، كلكم الاخوان شاركوا وحاولوا انكم تبارطاجيو الميساج ديالكم باللغه اجنبيه اخرى غير اللغه العربيه، باش هكا نوصلوا الرسالة ديالنا. ومن يجي شي مسؤول، من يجي شي وفد ويكليك على داك الهاشتاغ كوب 22 في فيسبوك، يبان ليه الهاشتاغ، يبان ليه اش واقع في المغرب، باش ان شاء الله يتحل هذا المشكل هذا. ومره اخرى لاين اختي تحترم راسها وتحترمنا حنا كمستخدمين، وماشي حشرات، حنا ماشي حشرات. السلام عليكم.